السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الفيديو دوك الناس اللي سولوني كيفاش حتى جبت الطوموبيله من امريكا للمغرب. المهم غنديرو بسيط وقصير، وإلا عندكم شي اسئله خليهم في لي كومونتير ولا صيفطوا لي ميساج. المهم اول حاجه ان السياره لا فواتور خاصها تكون بايد اوف، خاصها تكون مخلصه 100%، يعني ما كاينش عليها كريدي. خاص يكون عندك تايتل ان هاند، لحقاش كاستمز كيبغيو يشوفوه، يعني ذاتس ذا موست امبورتنت بارت. تايتل ان هاند، كار بايد اوف 100%. صافي، ملي يكون عندك تايتل ان هاند، كاينه واحد الشركه اللي استعملتها انا سميتها شيب اوفرسيز، تقدر تدخل تشوفهم في shipoverseas.com. shipoverseas.com، نو سبيسز، نو دوتس، ناتين. شركه مزيانه، يعني تعامل تاعهم جود، كاستمر سيرفيس، ايفريثينغ از جود، الحمد لله، نو بروبلمز. تقمت عليا انا لا فواتير باش نشيبها، وانا عندي راك شفت تصاور في الفيديو، ميني فان باسيفيكا كرايسلر 2018. تقمت عليا تقريبا شي $1,700 فور شيبين، ان اديشنال $500 ويتش از اوبشنال، فهمتي؟ $500 الا بغيتي يجي يديهم من عندك من الدار، جاو داهم من عندي من فيرجينيا حتى لبالتيمور، صيفطوا عليا من البورت ديال بالتيمور $500. وعاد الا بغيتي تشري انشورنس البحر، لا طرالي شي حاجه في البحر، شريت انا شريت انشورنس ب $300، يعني التوتال تقريبا تقمت عليه بشي $2,500. الطونوبيله وصلت في الظرف ديال 10 دايز، 10 ايام كانت واصله في المغرب لطونجي ميد. صافي ملي وصلت الناس ديال طونجي ميد عيطوا للاخ ديالي، كنت درت النماء ديالي للمغرب، عيطوا ليه هو، قالوا ليه لا فاجير وصلت اجي ديها. ضروري انك دير النمره ديال المغرب، لحقاش غيعيطوا على النمره ديال المغرب، هما هنا من المغرب ما عيطوش عليك النمره ديالك الامريكان. الحاجه اللي مهمه هي انك تعقل ان حتى واحد ما يقدر ياخذ لافواتير ديالك ما عدا انت، لحقاش خاصهم يطبعوا عليك في الباسبور، كيعطيك واحد لاكارت كيسميوها البطاقه الخضراء، اللي هي اللي كتبحال اوتوريزاسيون باش تبقى في المغرب، وهذيك كتكون بحال مقيده عندك في الباسبور. الا بغيتي تخرج من المغرب كيسولوك شنو درتي داك الطوموبيل، يعني انت لا تجيبها، ما تصيفطهاش سميتي واحد ما يدير داك الواحد عنده باسبور امريكاني ولا باسبور اجنبي. صافي، اون فوا كتكون واجد باش تمشي تجيبها، ديك الشركه اللي استقبلت الطوموبيل في المغرب، كاين واحد الشركه مغربيه انا اللي تعاملت معاها سميتها ترونسبور ماروكا، هما اللي تكلفوا ليا في المغرب، هما اللي وصلتهم لا فواتير. ملي كتقول لهم سافر راني جاي، كيديروا لك واحد بحال بيرميت باش ولا اوتوريزيشن باش تدخل البورت، كيديروا لك بسميتهم هما، بحال كيعطوك انفيتيشن باش تاخذ واحد البيرميت باش تدخل لوسط المرسى. صافي كتاخذ هذيك، كتمشي عندهم هما، كتاخذ واحد الوراق تاعهم، كيسنيو ليك، كتخلص لي فري ديالك للمغرب. تقريبا لي فري اللي خلصنا في المغرب كانوا شي 1600 درهم، وعاد زيد عليها الباركينغ، الا خليتي الطوموبيل معطله كتقام عليك باركينغ تقريبا شي 40 درهم للنهار، 40 درهم للنهار، المهم على حساب شحال دوزات ليك. كتخلصهم، كتاكل الوريقات، صافي كتمشي للمرسى تشد الطوموبيل. بالنسبه للمرسى ملي كتوصل ليها باش تشد لافواتور، كاين بزاف ديال لي زيتاب، انا نقد نكتب نديرهم في فيديو اخر، مي انا بصراحه استعملت واحد السيرفيس تما، واحد السيد خدمته هو كيعاونك باش تنافيغيت هذوك لي زيتاب، هذوك المراحل. خلصت 2000 درهم وطلع وهبط وجرى وصلنا لي الاوراق وعمر لي مسائل، هو اللي تكلف ليا بلافواتور باش تدوز من لانسبكسيون وداكشي التقلاب، قلبوها باش تاكدوا اني ما دخلت حاجه. صافي وقف معايا حتى وصل الخرجه اللي غنخرج من الباب، عاد خلصته هو داك 2000 درهم. صافي ومشيت مشيت بحالي. المهم الا بغيتي السميه تاع السيد عندي سميتو والنمره التليفون تاعو، بغيتي شي معلومات اخرى كتب لي كومونتير وانا نزيدك ديك المعلومات. ولا بغيتي نقول لك لي زيتاب اللي داز عليهم هاد السيد هذا باش ديرهم من راسك وتوفر داك 2000 درهم، خلي لي كومونتير وانا نكتبهم لك تاهما نعطيهم. واحد ليطاب اللي نسيت ما درتهاش في البدايه هي ان باش تصيفط لافاتور ديالك من امريكان، كاين تو اوبشنز، كاين كونتينر كتكري واحد الكونتينر، شيبينغ كونتينر، شيبينغ كونتينر يقد يهز لك طوموبيل ولا جوج على حساب قداش، وتقد تعمر طوموبيل باش ما بغيتي، يعني وكيتسد داك الشيبينغ كونتينر وكتصيفطو. هذوك الفري اللي قلت لك انا راه لافاتور راه كتبان لكم ورايا. المهم دوك الفري اللي قلت لكم انا تاع واحد سكند اوبشن سميتها رول اون رول اوف، كيطلعوا لك لافواتير الباطو وكيهبطوها ملي كتوصل. فهداك لوكا ديال رول اون رول اوف لافواتير خاصها تكون خاويه 100% خاويه، ما فيها حتى شي حاجه، لحقاش كتعطيهم الكي، كتعطيهم السيروت في يديهم، يعني بنادم يقد يهز لك داك الشيء ولا. المهم كيقول لك لافواتير خاصها تكون خاويه،
وخاص يكون فيها تانك الغاز، خاص يكون فيها 1 كوارتر تانك اونلي، ما تكونش عامره الربع ديال التانك، نو مور ذان ذات. صافي هذا مكان. يلا السلام عليكم و جود لاك الى غتصيفطوا لا فواتير. ليت مي نو اف يو نيد هيلب. السلام عليكم.